هل جربت التجول في مدينة دون أن تبصر؟ هذا ما يعانيه غير المبصرين يوميا، حتى بمساعدة شخص آخر فإن الأمر صعب للغاية. لكن مع التكنولوجيا التي تعطيك إشارات صوتية عن الطريق فإن الأمر مختلف. Exactly. سماعات الأذن تتصل بهاتف محمول وبطرفيات تسمى بيكونز تساعد في تحديد بعض الأماكن مثل محطات الحافلات والمتاجر. التكنولوجيا جربت في بعض شوارع مدينة ريدينغ البريطانية. كريستي غرايس غير مبصرة منذ 20 عاما تقول إن التكنولوجيا الجديدة تشعرها بحرية أكبر. إنها تعطيني إحساساً كبيراً بالثقة، فهي تمكنني من التحرك بصورة عفوية وعدم الالتزام فقط بالأماكن التي أعرفها، وهي تساعدني في تحديد أماكن مختلفة والتحرك دون الحاجة لمساعدة شخص آخر. التكنولوجيا تعطي معلومات أيضاً خلال رحلة الحافلة. فكرة المشروع جاءت من مهندس غير مبصر في مايكروسوفت. لا أجد أي مانع في أن يتم اعتماد هذه التكنولوجيا في كل مكان. التكنولوجيا التي تساعدنا في ذلك موجودة ومتاحة. هناك أكثر من 200,000 غير مبصر في بريطانيا ومئات الآلاف آخرين حول العالم، ولعل هذه التكنولوجيا تساعدهم في الخروج من بيوتهم وممارسة أنشطة حياتهم بسهولة ويسر.